يا مساء الفل، وحشتوني. ازيكم؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. تعالوا النهارده نحضر مع بعض ونعمل طبق مميز جدا جدا، وهو الشيكن ويندوز، معروف في المطاعم وسعره بيبقى غالي جدا. تعالوا النهارده نعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا واقتصاديه، بمقادير متوفره في كل بيت وبيطلع معاكم في منتهى الجمال. تعالوا نعرف تكاته ونسمع صوت القرمشه مع بعض. طعمها بجد فظيع جدا جدا. شايفين كمان اللحم الفراخ دايب ازاي؟ هنعملها بمكونات كلها موجودة عندك في المطبخ، طريقة اقتصادية جدا. مش قادرة اقول لكم بقى قد ايه طعمها في منتهى الجمال والروعة. عاوزة اقول لكم كمان التتبيلة اللي هتتعمل بيها قريبة جدا من الكوكي، والله العظيم بجد يعني كان طعمها فظيع، والاطفال والكبار هيحبوها جدا جدا. قدميها بقى مع مكرونة او مع رز، طعمها في منتهى الجمال والروعة. اتمنى لو اول مره بيشوف قناتي ولسه ما اشتركتوش في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا شعارات وصفات الجديده اول باول. واتمنى تعملوا لايك للفيديو، مستنيه تعليقكم على الوصفه النهارده ان شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجه هنا معايا كيلو من اجنحه، وهو سعره بيتراوح من 20 ل 22 على حسب المكان. عندي هنا حوالي عملوا معايا 8 قطع من الاجنحه. بجيب بقى السكينة، بغسلتهم الأول، أول حاجة غسلتهم كويس جدا بالكربوناتو والملح والليمون، ده بيخليه زفارة خالص في الفراخ وبيخليها كمان دايبة معايا اللحم بتاعها. بعد كده بجيب الجناح، نقوا بس الأجنحة الكبيرة عشان خاطر يبقى فيها لحم. طبعا بقسمها كده، هوت الجزء اللي هو الصغير دوت بتخلص منه خالص، مش محتاجينه في اي حاجة. كل اللي احنا هنحتاجه هنقطع الاجنحة نصفين كده. بعد كده شطفتهم، بعد كده حطيت رشة من الفلفل الاسود مع الملح وهركنهم، يكون نحضر التتبيلة مع بعض. هنجيب بقى هنا بولة، هنضيف كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من النشا، عنديهم معلقة كبيرة من الحبهان والورق الرورة المطحون، معلقة من الكزبرة الناشفة، جنزبيل، ثوم بودر، بصل بودر، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من الكركم، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الملح. هضيف كمان نص معلقة من البيكنج بودر، عندي هنا شطة وعندي بابريكا، من كل ده معلقة. كمان هضيف معلقة صغيرة من السكر، وتخلي كده طعم التتبيلة، حس ان الفراخ فيها كده تسكيرة حلوة جدا جدا، وكمان ما بتظهرش فيها خالص. بعد كده قلبت المكونات مع بعض، ضفت عليهم كوباية من المية وهبتدي اقلب. هقول لكم القوام اللي انا هحتاجه وهنشوف لو محتاجين مية ولا لا. ببتدي اخلط الخليط كده، ده كده باين ان هو تقيل معايا. هزود كمان نص كوباية من المية او ربع كوباية، وهبتدي برضو اخلط المكونات. شايفين انا حسيت ان لونه فتح معايا شويه، هضيف على ربع كوبايه من الميه، هضيف عليها معلقه كمان من الكركم وهبتدي اقلب عشان خاطر لونها يغمق معايا. تمام كده، اقلب بس كويس جدا جدا واتاكد ان المكونات كلها اندمجت مع بعضها. بصوا شايفين اللون حاجه كده، اللهم بارك يا رب. بعد كده هجيب قطع الفراخ، اهم حاجه بقى يا ريت تحطيها في التتبيله قبلها بليله، او لو هتستخدميها يعني تسيبيها اقل حاجه 3 4 ساعات، هتديك النتيجه فعلا اقسم بالله رهيبه جدا جدا. هقلب بقى كله كده مع بعضه وهبتدي اشيلها في التلاجه. في التلاجه مش في الفريزر، لحد ما بعد كده هنحضر الطبقه الخارجيه بتاعه الشيكن ويندوز. يلا بينا بقى احطها في التلاجة. هنيجي بقى بعد كده هنجيب بوله تانية، هنحط فيها كوبايتين من الدقيق، هحط كمان عليهم نص كوبايه من النشا، اعتقد يعني نفس المقادير بس هقلل طبعا من التوابل، مش هضيف لها اي توابل غير فلفل اسود وشويه من الملح وشويه من البيكنج باودر. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعض وهبتدي اجيب خلطة الفراخ.
طبعا بص بقى، شربت من التتبيلة كويس. بص ببتدي احركها كده، ما تمسكهاش بايديكي وتكتميها، ابتدي على طول تسيبيها كده تروح وتيجي مع دي عشان تديكي التعريجات زي بتاعت الشيكن ويندوز بتاعت المطاعم. تمام، في المرحلة دي طبعا انا بكون عندي طاسة على النار على زيت غزير او حلة، وهبتدي برضو اتبل الفراخ كده. شايفين الزيت ساخن جدا جدا معانا، من كل واحدة واحدة لما تيجي تنزليها تسيبيها لمدة 2 3 دقايق لحد ما يبتدي الزيت ياخد درجة حرارة، يرجع زي ما كان درجة حرارة عالية. شايفين لونها كهرمان، تحفة جدا جدا. شايفين اللون حاجة كده، اللهم بارك يا رب. على مناديل بقى وهبتدي اطلع. شايفين لونها، انا عملت هنا كمان شوية كده بالشطة، حطيت على الخلطة معلقة كده من الشطة، وده اللي بيحبها سبايسي. شايفين ما شاء الله قرمشتها، مش قادرة اقول لكم. قدموها بقى بألف هنا جنب مكرونة او رز، او رز بالخلطة، احلى من المطاعم بمئة مرة. قريبة جدا والله العظيم من طعمها، نفس المقادير، قريبة جدا من فكوكي، هتحبوها جدا جدا. دي بقى ايه، بصوا اللي كوجبة كده سريعة، مش قادرة اقول لكم قد ايه وصفة اقتصادية جدا جدا، وفي ثواني وفي دقايق بتكوني محضراها. شايفين اللحم بتاع الفراخ طيب جدا جدا. ما تنسوش بقى تقدموها مع كاتشب. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم.